أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حكم التصوير الفيديو والفوتوغرافي، هل هو جائز وماذا تنطبق عليه الأحاديث؟ هو في نظري ليس هو التصوير الذي من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وليس بداخل أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة. هذا هو في الحقيقة ليس بتصوير إنشائي، وإنما أشبه ما يكون بحبس هذه الصورة. في السابق إذا وقفت أمام شيء صقيل رأيت صورة نفسك، وإن وقف معك غيرك رأيت صورتك وصورة من وقف معك، فتطور العلم حتى صار يثبت على شيء. لكن التصوير الذي يكون من فكر الإنسان، يرسم بعيراً أو سبعاً أو غير ذلك من ذوات الأرواح بقلمه أو بصياغته من المواد غير ذلك، هذه هي الصور المحرمة بالنصوص الصريحة. ومع هذا فينبغي أن يجتنب التصوير، لأنه ينبغي للمسلم أن لا يعمل العمل إلا الذي يعود عليه بنفع دنيوي أو أخروي. وما يأتي الإنسان تدخل في بعض البيوت تلقى صورة هذا الشخص وصورة الأولاد عن يمينه وعن يساره، كل هذه أمور لا فائدة فيها.